حبل الودي الذي ربط اللاعبين حسين أشو وشيكو ومحمد يغني بفريق اتحاد بالعباسة انقطع نهائيا بعد قرار إدارة الفريق الاستغناء عنهم كرد صارم عن قرار مغادرة التشكيلة عشية لقاء اتحاد العاصمة الأخير. قضية تشيكو وأشو راح نفصلنا فيها نهائيا، وشنا حتى التغيب تاعهم بعد المباراة سنة 2014-2015، تلقى 7 أشهر راتب يعني، ونقول هذوك ما عنديش حاجة نخبيها، لأنه هو حتمنا أنه نذكره كل شيء، والراتب الشهري تاعه هو 130 مليون سنتيم، يعني عملية حسابية تلقى 910 ملايين. أنا نملك الوثائق يعني، كان في ديفيرمو بونكار اللي درناهم له، فإلا كان هو عنده العكس باللي في 2014-2015 تلقى غير شهر كما راه يصرح للناس، فما احنا نظن أنه الوثائق ما تكذبش. تشيكو متلقي قريب 700 مليون سنتيم، ونشوفوا تشيكو لعب مباراتين أو ثلاثة. عمرون الذي سبق أن اتهم أشيو بتحريض زملائه على المغادرة بحجة تقاضي اللاعب غزال الأجرة شهر إضافي، أكد أنه تقاضى جميع مستحقاته المالية رفقة زميله تشيكو. قبل لاعب غزالي، شاف اللاعب غزالي انه زدنا له اجره شهريه، فاتصل بقاريش، اتصل شحال من لاعب، ويقول لهم فوالا والاداره راه تكيد بمكيالين ومنا، ولازم احنا نهضروا على حقوقنا وما راحش يخلصونا وكاع. هذا الكلام ما قالوه ليش ليا، قال صحابه، واتصل بالسعود قال له لازم تجهزوا لي 5 شهور باش نرجع، لاني شكون انت حتى تدي 7 شهور زدوا 5 شهور انت شكون؟ قرار فصل اللاعبين سيطبق حتما على اللاعب محمد يغني الذي كان قد غادر هو الآخر صفوف الفريق ليلة مباراة فريقه أمام اتحاد العاصمة، متحججا بالمناوشات التي نشبت بينه وبين أحد زملائه الذي عاتبه عن تأخره في الالتحاق بالحصة التدريبية.